ضمن سياق خططها لتعظيم الاستفادة من واردات الموانئ الجنوبية، دشنت وزارة النقل رصيفا تجاريا في ميناء أم قصر الجنوبي للمناولة والتفريغ بطاقة استيعابية تصل إلى 5000 حاوية بعقد تشغيل مشترك، لكن هذه المرة مع ائتلاف شركتين عراقيتين. نقف فرحين هذا اليوم بمناسبة افتتاح مشروع الرصيف رقم 6 في ميناء قصر الجنوبي. حظيت شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة وشركة مرسى الجنوب بصفتها الشركة المشغلة والمؤهلة لهذا المشروع المهم بفرصة الاستثمار وبطريقة التشغيل المشترك. وبنت الشركة العراقية ساحات لخزن الحاويات بمختلف أحجامها وأنواعها، فيما أعادت تأهيل الرصيف من خلال تبديل الواجهات البحرية وتأثيثه بالمعدات والآليات المتطورة بغية العمل على جذب خطوط ملاحية جديدة نحو العراق. عقود تشغيل مشترك تجذب خطوط ملاحية جديدة لتتنافس مع موانئ المنطقة، وهذا واحد اليوم من الأرصفة رصيف رقم 6 التي تم التعاقد على التشغيل المشترك مع شركات عراقية هي التي هيئت وعمرت وجهزت هذا الرصيف لاستقبال الخطوط الملاحية. وجل الأرصفة في الموانئ أحيلت إلى الاستثمار بواقع 42 عقدا أبرمت مع شركات أجنبية وعراقية، وتعتقد وزارة النقل إن مبدأ التشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص تجربة ناجحة بفعل جدواها الاقتصادية. تقريبا جميع الأرصفة في الموانئ الميناء الجنوبي والميناء الشمالي تقريبا جميعها تشغيل مشترك، وهذا جانب مضيء وإيجابي، والقطاع الخاص هو اليوم اللي يبني ويعمر ولينتج. حققت الموانئ العراقية من خلال هذه العملية تشغيل مشترك 42 عقد. وفي ذات السياق أعلنت شركة الموانئ عن افتتاح منظومة متطورة لإرسال المعلومات الملاحية إلى السفن القادمة والمغادرة بما فيها التقارير الخاصة بحالة الأنواء الجوية. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.